القصة الحقيقية لمشوار حياة على طريق الفن. أحلى أحلى طريق في دنيتي، أحلى أحلى طريق في دنيتي، أحلى طريق. كروان الشرق، فايزة أحمد. لأول مرة في الإذاعة، النجمة نادية مصطفى، كروان الشرق، بطولة النجم كمال أبو ريا، نبيل نور الدين، غسان مطر، بالاشتراك مع أركان فؤاد، والنجمة السورية إيمان باقي. مع الفنان القدير سناء شافع، ونجمة الإذاعة يسرية الحكيم. كروان الشرق، المقدمة والنهاية. كلمات محمد حمزة، موسيقى وألحان الموسيقار محمد سلطان. كروان الشرق، المؤلف مصطفى جمعة، المخرج ثروة رضوان. حبيبتي وحشتيني، اشتقت لك يا فريال. انا كمان اشتقت لك كتير يا ماما. والله كبرتي يا بنت عمري، والله كبرتي وصرت تركبي الطيارات وتسافري لوحدك. شو يا ماما، انت فاكراني رح ضلك طفله صغيره؟ يا ريت تقعدي معي، تقعدي معي بمصر على طول يا فريال. بعدك اقعد معاكي بعد ما بخلص الدراسه بالمدرسه، واجي على مصر وادخل الجامعه واعيش معاكي على طول. يا ريت يا فريال يا ريت. وين عمو سلطان؟ مستنينا بالعربية قدام المطار، يلا بينا. مل عليا ما تخلي كأمي، مل عليا ما تخلي كأمي. ادخل. ايه ده بقى؟ ضبطتك متلبس بسماع فايزة أحمد. جيت في وقتك، تعالي تعالي تعالي. انت بنت حلال، كنت هطلبك في التليفون واكلمك بعد ما اسمع الاغنيه. طب كويس، وفرت لك مكالمه تليفون. فايزه فايزه، انا سعيد جدا بالاغنيه. الابنودي رائع في اختياره للكلمات، الكلمات بسيطه وتنعش خيال الناس البسيطه قبل النخبه. طيب واللحن، ايه رايك في اللحن؟ اللحن كمان بسيط وسلس، وخلى صوتك يشع نور وانت بتغني. محمد سلطان خلاص بقى واقف على أرض صلبة. وأنا يا أستاذ أنيس، وأنا عاوزاني أقولك إنك تفوقت على نفسك في الأغنية دي. طب أنت شايف إيه؟ شايف إن أنت وسلطان بقيتوا ثنائي هايل. بس ده مش عاجب ناس كتير. طز وطز كمان في اللي طفى النور عليك وأنت بتغني على المسرح. بالمناسبة، هي الحكاية إيه؟ عاوز تسمع الحكاية؟ وبالتفصيل الممل لو سمحتي. يومك ده انت وردة بالبستان، قال لي سلام. يومك ده انت وردة بالبستان، وردة بالبستان. انا جاي ابارك واهني من كل قلبي عيد ميلاد التوأم طارق وعمر. الله يبارك فيك يا استاذ. ربنا يخليك يا استاذ. طب تسمح لي بقى بمناسبه تشريفك ان اصورك صوره مع طارق وعمر، يعني علشان لما يكبروا يتباهوا قدام صحابهم ان هم اتصوروا مع الاستاذ عبد الوهاب
وهما بيبيهات يعني. ولدك الثاني لما تصور مع توأم سلطان وفايدة. ممكن يا سلطان لو سمحت نأجل التصوير لما الأستاذ ياخد راحته؟ إلا قولي لي يا فايدة. نعم. أنت جبت توأم ليه؟ علشان ما تخلفيش بعد كده من محمد سلطان. وأنا معقولة أخلف بعد طارق وعمر؟ قولي لا. حرام عليك يا أستاذ، ده أنا كده عندي 5 ولاد في وش العدو زي ما بيقول. أنا عن نفسي يا أستاذ سعيد جدا بطارق وعمر، وبحمد ربنا على كده. على فكرة يا فايدة، في سؤال نفسي أسألهولك من زمان وكل ما أشوفك أنسى. اتفضل يا أستاذ، إيه هو السؤال؟ أنت ليه ما بتمثليش في السينما زي زمان؟ أنا والسينما ما حبناش بعض، عشان كده افترقنا بسرعة، وغير كده أنا كرهت التمثيل. ده أنت عملت أفلام كتيرة. فايزة ما لقتش نفسها في السينما يا أستاذ، وخلاص نسيتها. طب إيه بقى، تكره المغنى كمان؟ لا، إلا المغنى، ده المغنى حياتي. طب يا حياتي بقى، ما سمعونا حاجة كده. طب نتعشى الأول وبعدين نغني؟ ممكن؟ ده ممكن وممكن وممكن كمان. وممكن كمان. ألو، أيوة أنا فايزة أحمد، مين بيتكلم؟ الحقيقة صوتك مش غريب علي، أنا عارفاك. الله 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 الله، إيه خايفة وطولة اللسان دي؟ أنت مين زقك علي؟ فايزة كده؟ طيب أنا هعرف أنت مين وهجيبك من تحت 7 أرض. لا 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 يا فايزة، ما تعصبيش كده، واضح أن الحيوان ده كان بيكلمك كلام مضايقك أكيد. معلش يا فايزة، معلش، ما تزعليش نفسك. حيوان، كل كلمة سمعها لي جرحتني وتعبتني. ده أكيد مجنون وحد عبيط بيتسلى. لا يا محمد لا، ده عارف هو بيتكلم مين، وعارف وفاهم كل كلمة بيقولها. الحكاية دي اتكررت كتير، ولازم أبلغ مباحث التليفونات تراقب التليفون. لا تراقب التليفون، لو عملت كده يبقى أنا وإنت حطينا نفسنا تحت المراقبة يا محمد، وأنا كل شغلي أسرار، ما حبش حد يعرف. بلاش المراقب، بس من دلوقتي ما ترديش بنفسك على التليفون، يا إما أنا رد أو حد من الشغالين. امسح دموعك بقى يا حبيبتي، علشان عاوزين نتكلم في حاجة مهمة. أنا ما عنديش استعداد يا محمد تتكلم في أي حاجة دلوقتي لو سمحت. خلاص بقى، أنا محضر لك مفاجأة، والمفاجأة قاعدة مستنياكي في الصالون. محمد أنا ما بحبش أسلوب المفاجآت دي، ولو سمحت قول لي مين اللي مستنيني في الصالون. أدي يا ستي المفاجأة اللي مستنياكي في الصالون. الأستاذ سيد مرسي الشعر الجميل. أهلا وسهلا. يا أهلا يا ستي فايزة. الأستاذ سيد كاتب لك غنوة تجنن، هتكسري بيها الدنيا في حفلة شم النسيم. ويا ترى كلماتها بتقول ايه؟ خليكوا شاهدين، ولا ايه بقى يا استاذ؟ لا ده اسم جميل ومعبر جدا للاغنيه دي. حلو. بص بقى يا روح قلبي بتقول ايه؟ خليكوا شاهدين على حبايبنا، خليكوا شاهدين. بيدور وعلب يا تائبنا، خليكوا شاهدين. الله 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 يا فنان. خليكوا شاهدين على حبايبنا، خليكوا تعبنا، خليكوا شاهدين. وبقالنا سنين في الهوى تاني، ما احناش عارفين نرتاح مع مين. وبقالنا سنين في الهوى تاني، ما احناش عارفين نرتاح مع مين. وحنشكي استاذ عبد الوهاب. انا ام صلاح. قولي لي فايزه، اتكلمنا بسرعه. الست عندها حفله في المسرح والاستاذ محمد معاها. خلاص هكلمهم بعد شويه. مع السلامه يا استاذ. شوف النصيب. في ايه يا ام صلاح؟ الاستاذ عبد الوهاب كان على التليفون من ثانيه واحده. ياه، يعني لو كنا قدمنا الثانيه دي كنا كلمناه. طيب روح انت يا ام صلاح دلوقتي. حاضر. يا ترى ايه اللي مسهر الاستاذ لحد دلوقتي؟ صحيح، ده بينام الساعة 12 ودلوقتي بقت الساعة 2. ألو، مبروك يا فايدة،
الأغنية كانت رائعة جدا وتستحق فعلا النجاح اللي حققتيه مع الجمهور. حضرتك صحي مخصوص عشان تقولي الكلام ده؟ اه والله يا فايزة تصدقوا. محمد فين؟ محمد معاك اهو. انت عمرك ما عملتها وسهرت لحد دلوقتي يا استاذ. انت السبب، الله يسامحك بقى، لانك قعدتني قدام التلفزيون لحد ما سمعت الاغنيه كلها. بجد عجبك اللحن؟ جدا، وبصراحه شويه الشغل اللي انت عاملهم استحقوا اثر لهم، واكلمك واقول لك رائع. كمان الالات اللي ضمتها للفرقه الموسيقيه عاملة شغل هايل جدا. أنا سعيد جدا 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 بتقدير حضرتك. تقديري الأكبر للصوت العافي الحساس. تمنياتي لكم بالتوفيق، وكفاية كده علشان أعرف أنام بقى. تصبحوا على خير. أنت من أهل الخير يا أستاذ فايزة. الأستاذ طاير بيخليكوا شاهدين طاير. أيوة يا أستاذ. أنا في ريال يا عمو. مبروك النجاح. الله يبارك فيك يا فريال. وينها ماما؟ حاضر ثانية واحدة فايزة، كلمه بسرعة يا فايزة. فريال طلباكي من بيروت. حياتي يا بنت عمري، أنا سمعت الغنية بالراديو فرحانة كتير ماما. يا رب انجاح على طول من شان فرح قلبك يا فريال. طمنيني شو صدى الغنية بمصر؟ كفاية قلك إن عبد الوهاب اللي طول عمره بينام الساعة 12 سهر لي، صوري عشان يهنيني أنا ومحمد على الأغنية. ماما انتي تستحقي اكتر من هيك بكتير. سيبك بقى من امك وطمنيني عن نفسك. انا بخير وسته بخير، كلنا بخير، وياريت تفاجئينا وتيجي لعنا عبيروت. ان شاء الله يا حبيبتي ان شاء الله. بدك شي يا فريال؟ طبعا بدي. شو بدك اموري؟ بدي ارمي حالي بحضنك ولو لدقيقة واحدة. يا حبيبتي يا بنتي. ماما ولا ما بقصد ازعلك. مين قالك ان انا زعلانة؟ هي دمعتي دايما قريبة. بكفي هيك حبيبتي، بكفي ماما، تصبحي على خير. وانتي من اهله يا حبيبتي. واضح كده ان زيارتك ليا في مكتب الجريدة دلوقتي وراها حاجة. بصراحة ومن غير لف ودوران انا قلقانة وحيرانة جدا، ومحدش هيريحني الا الاستاذ انيس. ما انا طبيب القلوب المعذبة. قلقي وحيرتي ملهمش علاقة بقلبي، لكن ليهم علاقة بالشغل. ادخلي في الموضوع يا فايزة. عبد الحليم اتصل بي امبارح وطلب مني اسافر معاه المغرب واشترك معاه في الحفلة اللي هيحيها هناك. الله. وايه بقى اللي يقلق ويحير في عرض جميل زي ده؟ ما انت عارف عبد الحليم محبوب جدا في المغرب وجمهوره كبير. انت كمان جمهورك في مصر كبير وبيحبك. لا مش بس كده. مش فاهم. بصراحة ما احبش اكون في مكان مع حد ولاقي الكل بيهتم بيه وانا لا، خصوصا ان الاهتمام ده بقى على مستوى رسمي، الملك شخصيا بيقوم الدنيا ويقعدها علشانه. انت اللي يهمك المستوى الرسمي ولا الجمهور اللي هيسمعك في الحفله؟ يهمني الاثنين. انا شايف لازم وضروري تسافر المغرب، وشيلي من دماغك حكايه الاهتمام الرسمي والاهتمام غير الرسمي. انت فايزه احمد، فاهمه يا فايزه احمد يعني ايه فايزه احمد؟ ليه الزمان بيدور ويفوت علينا، يجي علينا الدور تبكي عينينا. ليه الزمان بيدور ويفوت علينا، يجي علينا الدور تبكي عينينا. من دمع للرضا من بين ايدينا، ولا عمر حيجيبوا الدموع، يجيبوا الدموع، يجيبوا الدموع. كروان الشرق غدا لقاء جديد. مصطفى جمعة، ثروة رضوان.